عندي رز بالشبت صيامي. هو انا ما بقولش صيامي، احنا بناكل كلنا مع بعض، بس هو يعني ما فيهوش حاجه بالنسبه لاخواتي المسيحيين، يعني ناكل منه ما فيهوش اي حاجه عندي تخليني ما اكلش منه لو انا صايم. طيب عندي رز، فول حلاتي اخضر، بصل، شبت، كركم، ثوم، مرق، ملح، فلفل، زيت زيتون. اعمله بقى ازاي؟ هنشوف مع حضراتكم دلوقتي نعمله ازاي. ادي زيت الزيتون اهو، ادي البصل، لوحده الشبت لوحده بيديني طعم جميل قوي، يعني الشبت بيديني طعم جميل قوي. ده مكعب مرق، وادي التوم بتاعي نكسره. حب الزعتر كمان اهم. رجعنا حضراتكم تاني، حطينا الكركم مع البصلة مع التومة مع زيت الزيتون مع الفول الحراتي اهو كده، وادي الشبت حبيبي يا سيدنا محمد. الشبت لوحده يا جماعه ممتع 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 ممتع. ادي شويه فلفل اسود ومهببين بالستنيله، وادي معلقه ملح، كده شويه شبت تاني عشان انا بحب الشبت في الاكل، وادي الارز